السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في التمرين رقم 2 من سلسلة تمارين مراهنات طاليس. إذا التمرين 2 يقول نعتبر الشكل جانبه، أثبت أن OF يوازي المستقيم AB. إذا في الشكل عندنا مثلث قائم الزاوية وعندنا مستقيم OF عمودي على BC. إذا من خلال الشكل الهندسي يعني البرهان غيكون انطلاقا من الشكل الهندسي، من معطيات الشكل الهندسي. إذا لدينا ABC مثلث قائم الزاوية. ماذا يعني مثلث قائم الزاوية؟ يعني عنده زاوية قائمة، يعني كاين مستقيمان متعامدان. إذن AB عمودي على BC، ولدينا حسب الشكل الهندسي ولدينا كذلك BC عمودي على EF. إذن لقينا نتيجتين، عندنا BC عمودي على هذه نسميها العلاقة 1 وهذه نسميها العلاقة 2. إذن BC عمودي على AB و BC عمودي على EF، يعني عندنا مستقيمان عموديان على نفس المستقيم، إذن فهما مستقيمان متوازيان. إذن غادي نقولوا من 1 و 2 نستنتج أن EF يوازي AB. ننتقل الآن إلى السؤال رقم 2. إذن نضع CA تساوي 40، AB تساوي 52، CF تساوي 30، و OF تساوي X، أي عدد مجهول. السؤال يقول أحسب قيمة X، أي قيمة EF. إذا حنا بينا في السؤال الأول بأن OF يوازي AB، ومن خلال معطيات التمرين عطينا قياس أو أطوال ثلاث قطع، وعندنا نقلبوا على القطعة طول القطعة الرابعة. إذا هذا غيدينا مباشرة أننا نفكروا في استعمال مبرهنة طاليس المباشر. إذا حسب مبرهنة طاليس المباشرة غادي نحاول نذكر الشروط ديال المبرهنة. إذا لدينا E تنتمي إلى المستقيم BC، و F كذلك تنتمي إلى المستقيم AC. عندنا المستقيم AC و BC متقاطعان، ولدينا كذلك حسب السؤال 1 وF يوازي AB مستقيمان متوازيان. إذن حسب مبرهنة طاليس المباشرة ماذا لدينا؟ دائما هنا وخا ما نشوف الشكل الهندسي يمكن لي نطبق المبرهنة. إذن هنا دائما كنبدأ بنقطة التقاطع، نقطة التقاطع عندنا في النقطة C. إذن C، إذا نبدأ مثلا بالضلع CA، إذا CF على CA. حنا خصني ننتبه في استباق المبرهنة، إلا بدينا بالضلع CF ومن بعد CA فخصني كذلك نبدأ من CE وعاد CB، CE على CB. إلا بدينا من CA على CF خصني من CB على CA، خصني نحترم الترتيب. إن الترتيب اللي درناه في الضلع سي هو اللي خصني ندير في الضلع سي بي، نفس الترتيب. إذا هنا سي اف على سي ا يساوي سي او على سي بي يساوي ماذا؟ شوفوا معي مزيان، هنا النقطة سي كتعاود. إذا هنا يساوي اف او اف او على ا بي. إذن هذا هو التطبيق ديال مبرهنات
التعليص المباشرة. دابا غنمشيو للمعطيات. دونك خلال المعطيات حنا عندنا سي ا 40، اذا كنعود المعطيات اللي تنقلب عليها. اذا عندنا هنا 40، عندنا ا بي 52 و سي اف 30، اذا 30 سي او سي بي ما عنديش القيم ديالهم، و ا بي عندنا هي حسب المعطيات 52 و اف ما عندناش، اذا عندنا 52 وهنا او اف او لا اف بحال بحال. اذا هنا هاد اللي في الوسط ما عندنا ما نديرو بها لان ما عندناش المعطيات ديالها ما غنحتاجهاش. اذا غناخذ فقط 30 على 40 تساوي او اف على 52. اذا حنا عندنا هنا جداء الطرفين كما كنستعملو دائما، جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. اذا عندنا طرفين هما هادو، اذا الجداء 30 في 52 غيساوي لنا 40 في او اف. اذا 40 مضروبه في او اف تساوي 30 مضروبه في 52. إذن هنا او اف تساوي، هنا راه يمكن لي نحسب هذا الجداء ويمكن لي نخليه، واحيانا كيكون نخليه حسن لان كيكون كيسهل عليا نختزل من بعد. إذن هنا غنخليو حنا داك الجداء كما هو ما غاديش نحسبو حتى نشوف الامكانيه ديال الاختزال. إذن عندنا 30 في 52 مقسومه على هذا العدد هذا اللي هو 40. إذن او اف، إذا شوف معايا هنا مزيان عندنا الصفر وعندنا الصفر، عندنا 30 و 40. إذا غنختزل بالعدد 10، علاش 10؟ لأن هاد 3 راه هي 3 في 10، 3 في 10 52، وعندنا كذلك 40 هي 4 في 10، حنا بشات 10 مع 10، وعندي الإمكانية كذلك نختزل بالعدد جوج، إذا عندنا 3 في 52 على 4. هلا إذن عندي كذلك 52 هي 13 في 4 مقسومة على 4، إذن كنختزلو بالعدد 4 وكعدنا 4 في البسط وفي المقام. إذن غتبقى لنا 13، 3 مضروبة 13، إذن 39. وهنا في المعطيات مادام ما عطينيش وحده القياس لا سنتيمتر لا متر لا حتى شي حاجه فما نستعملش وحده القياس، اذا كتساوي 39.